5 أيام مضت وأطباء ولاية القضارف ماضون فيما عزموا عليه، فالاستقالات الجماعية التي تقدموا بها لوالي القضارف احتجاجا على تجاهل مطالبهم التي يمثل إقالة المدير العام لوزارة الصحة أعلاها. قد أفرغت المستشفيات من مقدمي الخدمة، الأمر الذي جعل المواطن يجأر بالشكوى، فالمرض لا ينتظر والألم لا علاقة له بمن يكسب النزال وإن كان بالضربة القاضية. والله العظيم أنا شاهد عيان كثير من الأطفال فقدت أرواح، نزل الله أن يعين المواطنين وأن تحل هذه المشكلة بأسرع زمن. فالآن أنا بطلب من وزيرة الصحة أو من المسؤول أو من الوالي حل هذه المشكلة. فالشعب صبر وقف ناضل جاهد، يعني فقد كثير من لا حبة ولا عزة، في شباب قدرنا برضو استشهد بالثورة. يعني احنا ما استفدنا من اي شيء، ما في تغيير في النظام، ما في، يعني الشغله ما سياسيه. في ناس بيجوا بعد يكون عطاوا صعوبان، هم يقول لك احنا عاملين اعتراف، ده ما هو الانساني، الامر الانساني انت اشتغل وطالب بحقوق. الاستقالات التي يقول مقدمها ان اسبابها تراكميه، بدءا من اقاله المدير العام لوزاره الصحه ومرورا بانعدام معينات العمل وانتهاء بتوقف مركزي الأورام وغسيل الكلى عن تقديم الخدمة. يقولون أن صمت السلطات هو من قادهم للتصعيد من دون أن تتأثر الحالات العاجلة التي أعلنوا التزامهم بمعاينتها بمستشفيات الشرطة والجيش والتي شهدت اكتظاظا وزحاما، فسعاتها لم تكن مهيئة لاستقبال مثل هكذا أعداد. وزارة الصحة قللت من الخطوة واعتبرتها كرت ضغط على حساب صحة المواطن، اتخذت من التدابير ما يحفظ للمواطن حقه في تلقي الرعاية الصحية، هكذا قالت. المؤسف في الموضوع انه هؤلاء الاطباء استقالوا حتى من الحالات الطارئة اللي هو ده مهنيا واخلاقيا ممنوع منعا باتا في الطب. المهم نحن الحمد لله غايتو في الولاية بدينا الاستعداد للوضع ده، كونا غرفة طوارئ اللي هي فيها الطب العلاجي، الإمدادات، كل الإدارات المعنية بالغرفة، واستجبنا للوضع إننا نشطنا اللي هو استعنا بمستشفى الشرطة، استعنا بمستشفى الجيش وكذلك التأمين الصحي. وبعد ما يقارب الأسبوع من بداية الأزمة يتمسك كل طرف بموقفه، والمواطن يرقب بعين القلق ما تسفر عنه المواجهة، فهو الخاسر الأوحد من أي انتصار للطرفين.